كابتن حسام، السؤال ده سؤال معنوي اكتر منه حتى سؤال فني. بعد تجارب عديده بعد النادي الاهلي سواء اداريه او حتى فنيه، هل ما زلت تحن للعمل للنادي الاهلي مره اخرى في المستقبل القريب؟ طبعا طبعا، بتمنى ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. والنادي الاهلي يا كريم، يعني احنا انا وانت تقابلنا كتير في النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيتي، وفي نفس الوقت فضله كبير جدا عليا. واكيد يعني بفكر دايما ان شاء الله ان انا اكون موجود في النادي الاهلي، وبتمنى ان انا اكون موجود في النادي الاهلي تاني ان شاء الله.